أهلا بكم. ربما بسبب شهرته وعلمه الغزير وشغفه بالحياة المصرية القديمة، نال دكتور زاهي حواس شهرة عالمية شديدة، حيث اختير من ضمن 100 أكثر شخصية تأثيرا على مستوى العالم وفقا لمجلة التايم، وحصل على عدد كبير من الأوسمة والتكريمات وله العديد من المؤلفات. دكتور زاهي حواس شغوف بالحضارة المصرية القديمة، محب وعاشق للاكتشافات الأثرية. نتحدث معه اليوم في حلقة خاصة على شاشة النيل. دكتور زاهي حواس، وزير الدولة للآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، برحب بحضرتك يا فندم على شاشة النيل. دكتور زاهي، دعنا نبدأ بالعودة إلى الوراء قليلا. أسباب الشغف بالحضارة الفرعونية القديمة، بالآثار الفرعونية، رغم أن اتجاه حضرتك في الدراسة لم يكن في هذا الاتجاه. لا، هو يعني ما كانش أنا عندي أي استعداد أن أنا أدرس آثار، ولا كان في دماغي حكاية الآثار دي خالص. يعني بالعكس، أنا كنت عايز أبقى محامي. لكن لما دخلت كلية الحقوق وجدت ان انا مش هقدر استمر في دراسة المحاماة القانون، فرحت كلية الاداب ودخلت القسم الاثار بالمصادفة البحتة. كنتش طالب مجتهد، لكن ما خرجت ودونا مصلحة الاثار بالقوى العاملة، بتعين كل واحد بتعين بالقوى العاملة، ووجدت ان انا الاثار دي مش هتبقى وجهتي نهائي، وبالتالي حاولت ان انا اروح اي مجال تاني معرفتش، ورجعت الاثار ولقيتهم يعني رئيس الاثار اصدر قرار اني اروح اعمل حفاير في الجبل. فطبعا كنت زعلان متضايق ان انا اسيب القاهره واروح الصحراء، لكن بعد كده واحنا بنشتغل في الحفاير العمال عثروا على مقبره، وداخل المقبره كان في تمثال. بدات اردف على التمثال، كان لإلهة افروديت، الهه الحب والجمال. قلت ان انا عثرت على حبي، فعشقت الاثار. والانسان لما بيعشق حاجه بيبدا عايز يبدع فيها، والابداع ده بيحتاج الواحد يتعلم. فبدأت أدرس دراسات عليا في كلية الآثار، وبعد كده سافرت بمنحة لأمريكا، قعدت 7 سنين أدرس، عشان كنت عايز أبقى بتاع آثار. صح، يعني كان ممكن أروح دولة من الدول الاشتراكية وأخد دكتوراه في 3 شهور وأرجع. واتعرض عليا منح زي كده، أنا رفضت. دخلت منحة، تقدمت لها اسمي الفول برايت، وخدتها وقعدت 7 سنوات. الفول برايت صرف عليا 2 سنين، والحكومة المصرية صرفت عليا 5 سنوات. فالعشق هو اللي خلاني يعني ابقى بتاع اثار، واحب الاثار واعشق الاثار. دكتور زاهي، على مدار هذه المسيره الطويله، حضرتك شايف ايه اهم اكتشافات اكتشفتها؟ انهي الاقرب الى قلبك؟ مفيش، او حاسس انها اكثر اهميه؟ هو كل اكتشاف ليه طعم. يعني مثلا لما وجدت ان بعض الناس الاجانب بيقولوا الهرم ده بناه ناس من اطلانتس ونسجم من الفضاء، لما كشفت مقابر عمال بناة الأهرام، ده كشف مهم جدا، وكشف قدر يدينا معلومات لأول مرة هامة عن العمال اللي بنوا الهرم، وإن الهرم ده كان المشروع القومي بتاع مصر كلها. كل العائلات الكبيرة في الصعيد والدلتا بيتحدوا مع بعض عشان يبنوا الهرم، لأن بناء الهرم بيخلي الملك بيبقى إله، فبدون الهرم الملك مش هيبقى إله. وبالتالي فكرة المشروع القومي فكرة مهمة جدا ولازم نعرفها، لأن احنا لو حاولنا دلوقتي في القرن 21 بعد أكثر من 4600 سنة نبني هرم زي ده، مش هنقدر، لأن ما عندناش الوازع الديني اللي كان موجود في الوقت ده. مش ممكن طبعا في القرن 21 هتقدر ان انت تجيب 10,000 عامل كل يوم عشان يقعدوا يشتغلوا في بناء هرم بدون أي فايدة لمدة 32 سنة. وبالتالي بناء الهرم هو المشروع القومي، وكان لازم المصري يبدع فيه. وانا دايما بقول بناء الهرم هو اللي بنى مصر. طب دعنا نذهب ل لا يعني دي يعني كشف بعد تاني. ده كشف طبعا من عندك اهم وادي المونات الذهبيه كان كشف مهم جدا. عندك الروبوت لما ارسلت جوه الهرم وطلعنا الباب الثلاث ابواب. عندك المشروع المصري لدراسه المومياوات الملكيه لما طلعنا موميه حتشبسوت اللي هتتنقل المتحف الكبير، وعرفنا رمسيس الثالث مات ازاي، اتعمل عليه مؤامره اسمها مؤامره الحريم، مراته الثانيه وابنه بنت اور حاولوا يقتلوه، لكن ما اتقالش في البرديه انه اتقتل، لكن وجدنا من خلال دراسات الاشعه المقطعيه ان هو اتقتل فعلا، وبالدين ان هي عثرنا على مومياء ابنه
بنت اور في المتحف المصري. طب دعني يا دكتور اذهب لاخر اكتشافاتك اللي كانت في الاقصر في نهايه عام 2019، وحديثك ايضا عن ان في اكتشاف جديد هتعلن عنه مع بدايه العام. هو يعني احنا بنشتغل في وادي الملوك من 2017، والحاجه الغريبه جدا ان وادي الملوك ده كشف فيه 64 مقبره، كل كشفهم اجانب، لم تعمل بعثه مصريه اطلاقا في وادي الملوك. اشتغلنا في وادي الملوك الغربي وطلعنا 45 ورشة ملكية كانت مخصصة لصناعة الأثاث والفخار والذهب والفضة والحاجات دي كلها، وطلعنا مقبرة رقم 65، وداخل هذه المقبرة عبارة عن الأدوات اللي استعملها المصري القديم في بناء المقابر، وطلعنا ورشة للتحنيط لأول مرة في الوادي. كان المومياوات لما بتتحنط في الورش بتاعت التحنيط كان بتيجي الوادي يتعمل لها فينيشنج، فكان يتعمل بقى عندهم اواني بيحط فيها الميك اب الاحمر وفرش عشان يعملوا يحطوا الست او الراجل يبقى في حاله جيده في عشان في يعيش في الجنه جنه الايار، وفي العالم الاخر في نضاره. وطبعا وطلعنا بقى في الوادي الشرقي جنب مقبره طه عنخ امون مئات القطع المكتوب عليها كتابات تخص العمال، مكتوب بالكتابة الهيروغليفية والكتابة الهيراتقية. وطلعنا عدنا كشف المقبرة رقم 66، يعني إذا بيتم اقتران اسمنا كمصريين بمقبرتين في وادي الملوك. وطبعا بنشتغل دلوقتي أيضا في شمال معبد مدينة هابو بتاع رمسيس الثالث، وطلعنا اكتشاف ضخم جدا هنعلن عنه ايضا العام القادم. وفي سقاره بعثه مصريه بتعمل في سقاره ومطلعين الحقيقه اكتشافات مهمه هتعلن في بدايه عام 2021. على ذكر منطقه سقاره، يعني احنا تابعنا على مدار هذا العام ان هذه المنطقه مليئه لسه بالاثار الفرعونيه التي لم تكتشف حتى نهايتها. اهميه الكشوفات الاثريه اللي تابعناها على مدار العام وايضا الكشف اللي حضرتك بتقول هيعلن عنه مع بدايه العام القادم، لا فكره الترويج للاثار المصريه وانه هناك ايضا الكثير من الاسرار التي لم تكتشف بعد. هو طبعا منطقه سقاره بالذات في العصر المتاخر اللي هو 500 قبل الميلاد، من 2500 سنة، كانت منطقة ضخمة جدا للدفن. الدفن لعامة الشعب والأغنياء وغير الأغنياء. فكان ما فيش مقابر لأن ده آلاف التوابيت. فكان في ورش ضخمة جدا في سقارة لعمل التوابيت. زي أنت ما دلوقتي لما واحد بيموت روح اشتري تابوت. هو كان قبل ما يموت روح اشتري تابوت وحط اسمه على التابوت. طبعا لو هو غني بيشتري تابوت جميل مزخرف عليه ذهب عليه مناظر اكتر، لو فقير تابوت بدون مناظر، لو غني بيحنط جثته، فقير ما بيحنطش جثته. فبالتالي عشان ما فيش مقابر فكان بيتدفنوا في ابيار. فمثلا في 2009 بعثه فرنسيه كشفت مجموعه ضخمه من ابيار. الدكتور مصطفى وزيري ومجموعه من الشباب كشفوا حوالي 100 تابوت، توابيت رائعه جميله عليها المناظر والنقوش الهيروغليفيه على مستوى عالي جدا، وداخلها المومياوات المحنطة تحنيط عالي جدا. فطبعا الكشف ده مشته وأهميته ان عمل لنا دعاية ضخمة جدا، يعني انت لو سافرت لو صرفتي ملايين الدولارات عشان تعملي دعاية ما تقدرش تعملي زي اللي اتعمل الكشف ده. الكشف ده ظهر في كل بيت في العالم كله. الكشف ده عمل دعاية لمصر لا تتخيليها، وبالتالي ده بيؤكد ان احنا كشفنا من اثارنا 30% وما زال هناك 70% في بطن الارض لسه منتظره يتم الكشف عنها. هل ما يتعلق بالتوابيت والمومياوات هي الاكثر جذبا للسائحين على مستوى العالم؟ هو طبعا اي كلمه موميا بتجذب الناس، يعني انت لو قلت كلمه مصر لاي طفل صغير عنده 8 سنين في اي بلد في العالم على طول هيقول لك المومياوات، هيقول لك طبعا توت عنخ امون، الحرم ابو الهول. عشان كده موكب المومياوات اللي هيتم قريب جدا وهيمشي من المتحف المصري عشان يصل الى متحف الحضاره، لان متحف الحضاره ده من اهم المتاحف اللي احنا بدانا البناء فيها من مده طويله جدا وخلص بالكامل في 2010.
وطبعا فكرة موكب المومياوات حاجة تتحدث عنه يمكن هيلفت فعلا انتباه العالم وهيلقي الضوء على جانب مهم، وأيضا فكرة الممشى أو الممر اللي هيسير فيه هتضفي كثيرا للسياحة والآثار المصرية. لكن متحف الحضارة قيمته وأهميته أيضا في هذا التوقيت بجانب المتاحف المتعددة اللي تم افتتاحها على هو مدار طبعا في السنتين الماضيتين. القاهرة احنا يعني وانا في الاثار مع فاروق حسني وزير الثقافة السابق فكرنا ان احنا يبقى فيه 3 متاحف في القاهرة. المتحف الاولاني هو متحف الحضارة، ومتحف الحضارة ده متحف نوعي خاص بيحكي تاريخ مصر، قصة مصر، مصر العظيمة اللي احنا عايشين فيها دي، تاريخها من 5000 سنة كان ايه حتى الان. يعني المتحف المفروض يحتوي على قصص خاصة بتاريخ مصر، بيحكي حكاية مصر، بيحكي المحن اللي مرنا بيها، بيحكي الفرح اللي مرنا بيه. فبالتالي كان عشان نخلي السائح يزور هذا المتحف لابد ان احنا نحط المومياوات هناك، لانك لو حطيت المومياوات في سيوة السائح هيروح لها سيوة. المتحف ده احنا اتبنى في اجمل بقعة في مصر وهي بحيرة عين الصيرة، بتشرف على القاهرة الإسلامية وبتشوف المساجد وبتشوف الكنائس وبتشوف المعابد اليهودية وبتشوف الأهرامات. وأنا سعيد جدا باهتمام السيد الرئيس نفسه بهذا المتحف، وإن هو اللي يستقبل المومياوات الملكية، ودي رسالة مهمة جدا للعالم إن مصر بتصون أثرها. المتحف الثاني متحف الكبير، المتحف المصري الكبير هو أهم مشروع ثقافي في العالم في القرن 21، لأن هذا المتحف الآثار هتعرض فيه بطريقة حضارية على مستوى عالي. ايه اللي هيضيفه يا دكتور، خاصه انه كمان موجود في منطقه حيويه وبيطل على الاهرامات وابو الهول، منطقه جاذبه للسائحين في الظروف العاديه، فمع وجود مثل هذا المتحف الضخم بكل ما به من امكانيات هو ما الذي المتحف سيضيف؟ طبعا هيبقى فيه قاعات بتحتوي على كل اثار توت عنخ امون، و3 قاعات ضخمه لاثار مصر كلها، ومتاحف صغيره نوعيه خاصه بالطفل، ومتاحف ايضا جنب هذا المتحف لتحتوي على مراكب ملك خوفو الموجودة حاليا في الناحية الجنوبية من الهرم، بتتنقل دلوقتي، والمركب الثانية اللي بيرميها اليابانيين. وداخل هذا المتحف مطاعم على أعلى مستوى، ومكتبات على أعلى مستوى، وفي أفلام آي ماكس هتعرض، يعني عبارة عن مؤسسة ثقافية ضخمة جدا. والحقيقة برضو أنا سعيد إن السيد الرئيس بنفسه هو اللي بيتابع العمل في هذا المتحف، بحيث إن احنا بإذن الله يفتتح في 2021 مع انتهاء من تطوير هضبة الأهرام اللي احنا بدأناها في 2006، وكان المفروض ينتهي هذا المشروع في 2012 بالكامل، طبعا اتأخر نتيجة الأحداث. فأنت بتربط الهرم بالمتحف، والمنطقة اللي هي من الهرم للمتحف بيتم إعدادها عشان يبقى فيها موتيلات ويبقى فيها بازارات ويبقى فيها أنشطة خاصة بالسائح، ويجاورهم طبعا مطار السفنكس، إن اللي هيجي السايح على المطار ده مباشرة ممكن يقعد في سقارة والهرم والمتحف أسبوع. وبعد كده عندنا المتحف المصري بيحكي تاريخ الفن، تماثيل المتحف المصري اللي في ميدان التحرير، التحرير تماثيل الفرعونيه كلها الجميله، يعني حاجات روعه لازم تروح تشوفها، زي تمثال خفرع وتقوفو وحدب حارس ويويا وتويا. يعني مش سهل لما يجي مصر غصب عنه لازم هيزور ال3 متاحف الجميله اللي هي في القاهرة دي. نعم، طب فكرة الدعاية لهذه المتاحف واهتمام القيادة السياسية كمان، ما الذي يعكسه للعالم على أهم اهتمام مصر بالجانب الأثري والسياحي؟ أنت لما تيجي تصرفي $1 مليار دلوقتي على بناء متحف، ده حاجة جبارة في دولة فيها تنمية، في دولة محتاجة الـ1 مليار، لكن احنا بنقول للعالم إن رغم كده إن مصر بتصون حضارتها، مصر بتصون أثرها. فدي أجمل رسالة للعالم كله، إن مصر الحضارة ومصر العظيمة رئيسها وحكومتها وشعبها بيصون هذه الآثار اللي ليس لها مثيل في العالم كله. حضرتك يا دكتور يمكن خلال تصريحاتك تحدثت عن الاكتشافات الأثرية لهذا العام، وكان يمكن اللافت للانتباه فيها هي الخبرات المصرية والأيادي المصرية اللي على مدار السنوات الماضية لم نكن نراها، كنا نجد دائما بعثات أجنبية. فكرة الأيدي المصرية التي أصبحت أكثر تخصصا وتميزا في هذا المجال، هو الأيدي المصرية على فكرة دي جت يعني لما أنا كنت ماسك المجلس على الآثار في 2002، أنا قلت الآتي،
قلت ان احنا مش ممكن نبقى قاعدين بنخدم الاجانب بس، وان احنا ما بنتعلمش كويس. ممكن تكون اتعلمت في الجامعه كويس، لكن العمل الاثري ليه طبيعه خاصه. مثلا الحفاير لازم تتعلمي، الاجانب هم اللي بيحفروا، فعملنا مدارس لتعليم الحفائر، اتخرج منها لا يقل عن 300 شاب على بيشتغلوا على اعلى مستوى. هم اللي بيشتغلوا دلوقتي في سقاره معايا، وفي مع الدكتور مصطفى وزيري، وفي الاقصر. عملنا مدارس للترميم، وبدانا نبعت بعثات للخارج. المرمم لما بيسافر بره ويشوف كل احدث اعمال الترميم بيجي بقى يشتغل بعلم، لان الترميم مش معناها تلاقي قطعه ترمميها، لا، بتعملي دراسه وتصوريها وتقولي ايه الماتيريال اللي هتستعمل، المواد اللي هتستعمل، وهكذا. فاذا المدارس اللي احنا عملناها خلت يبقى في منافسه شريفه بين المصري وبين البعثات الاجنبيه. فعشان كده انت بتشوف الناس اللي هم اتعلموا على مستوى عالي، هم اللي بينتجوا دلوقتي، وهم اللي انتجوا وانا موجود في الاثار. كل الاكتشافات اللي انا عملتها عن طريق البعثات، الشباب اللي انا علمتهم. وبقول ان عندنا 300 واحد يصلحوا 300 وزير للاثار. نعم دكتور زي حواس، هكون حضرتك هذا اللقاء والمزيد من المعلومات ايضا عن شغفك بتوت عنخ امون وكشف اسراره، لكن مشاهدينا بعد الفاصل. عايز اقول لكم انتوا اللي هتحددوا مصير مستقبل مصر، مش انا. لما طلبتوني لقيتوني، ولم ابخل عليكم بحياتي، وانتوا وعدتوني انكم هتقفوا جنبي. اي حد ممكن يخاف الا انتوا يا مصريين. احنا قادرين نبني بلدنا ونعمرها ونواجه كل التحديات اللي انتم شايفينها ديت. احنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة. بيكو كلكم، والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد. لسه في قدامنا عمل كبير قوي، وفي كمان قدامنا أمل كبير أوي عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة ليكوا يا شعب مصر، شعب بلادي. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. التحية والترحيب بدكتور زاهي حواس، وزير الدولة للآثار الأسبق وعالم الآثار المصري الشهير. برحب بك مرة تانية يا دكتور، وحدثنا عن فكرة الترميم والأيادي المصرية المتميزة في هذا المجال، لكن بالتأكيد مع مرور السنوات الإمكانيات أيضا زادت بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالترميم وعمليات البحث والتنقيب عن الآثار الفرعونية القديمة. ما أنا اتكلمت وشرحت ان نتيجه ان احنا عندنا شباب متدرب على اعلى مستوى بدا يعمل شغل. من 2002 عملنا اكتشافات ضخمه جدا، قبر العمال، الحفار في الهرم لما طلعنا هرم سقاره، الشغل اللي بيعمله دكتور مصطفى وزيري دلوقتي في سقاره، الحفار بتاعت وادي الملوك، الاكتشافات دي كلها بيعملها مصريين وبقى لها رنين وبقى لها شكل جميل جدا، نتيجه ان انت عندك اثريين ومرممين على مستوى عالي. لو رحت المتحف المصري الكبير وشفت فريق الترميم وبيرمم وبيشتغل داخل معامل الترميم، هتشوف عمل بديع وشباب على أعلى مستوى بيقدم سيمفونية جميلة رائعة لترميم آثار توت عنخ آمون وغير آثار توت عنخ آمون.
نعم دكتور، حضرتك على مدار السنوات كنت بتهتم بالتوجه شرقا وغربا وكل بقاع الأرض للحديث عن الحضارة الفرعونية من خلال معارض، محافل دولية ومؤتمرات وغيرها، لكن أهمية الترويج أيضا بشكل مختلف لمصر وللآثار، يعني بالتأكيد وجود متاحف كثيرة وجديدة هتقدم رسالة معينة دعائية، لكن الترويج في الخارج هل يتم بشكل أفضل من خلال عرض قطعنا الأثرية في الخارج ولا بوسائل أخرى؟ ده طبعا موضوع المعارض مهم جدا، ان المعارض الاثرية مهمة جدا، ان هي بتعمل دعاية ضخمة، وغلط لما الناس تقول لك انا ما بعت اثارنا محدش هيجي، بالعكس ده انت زي ما تكون بتبعت لهم ديزرت، بتبعت لهم الابيتايزر فتح الشهية الاول، لما بشوفوا معرض بتزيد السياح وبيجي الناس، فاذا المعرض بيعمل لنا دعاية ضخمة، اولا دعاية اعلامية، اسم مصر بيرن لمدة 6 شهور في المدينة، نمرة 2 دعاية سياحية، الناس بتيجي مصر، نمرة 3 بتجيب لنا فلوس، نمرة 4 ان اهم حاجة ان انت العرض الاثار ده بيدي للناس شغف بالحضارة المصرية على اعلى مستوى، وايضا انت التغليف بيتم على مستوى عالي، النقل بمحترفين يعني، والتأمينات ببلايين الدولارات، واذا انت لما تعرضي الاثار في المتحف المصري ايه يعني، طب ما تاخدي منها بعض القطع، احنا كنا واخدين من توت عنخ امون 150 قطعه بتجيب لك 10 مليون في كل 6 شهور للدولار، فاذا المعارض مهمه جدا، واي واحد يعني يناقض سياسه المعارض انا ما بعتبروش ان هو فاهم، ان لو راح وحضر افتتاح معرض من المعارض هيجي يسقف ويقول لازم نزيد، وطبعا موضوع المعارض مش النهارده بس، احنا عندنا معارض بتتم، ده احنا طلع 55 قطعه من عصر توت عنخ امون من اندر القطع وما جابت لناش حاجه، انت دلوقتي ما بتعرضي قطع بسيطه جدا غير مكرره مش فريده، بتجيب لك الاثار دي كلها، بتعمل لك الدعايه دي، انا اعتقد المعارض هي مهم جدا للدعايه لمصر سياسيا ايضا واعلاميا وسياحيا. يمكن البعض بيربط بين فكرة المعارض وفكرة ان في اثار كتيرة زي ما حضرتك ذكرت خرجت بطريق غير مشروع وذهبت للخارج وهي معروضة الان وتدر عليهم الملايين، يعني ايه الفرق؟ وفكرة استرداد القطع هل ده يعني اصبح ربما اسهل، في قطع ممكن نستردها مع المطالبة بيها ولا خلاص القطع ستظل فيها؟ انا رجعت اكثر من 6000 قطعة، والدكتور خالد ان انا رجع برضو مجموعات كبيره جدا، واحنا دائما ورا اي قطع اثريه بتعرض بطريقه غير قانونيه، لكن المجتمع الدولي والقوانين الدوليه بتسمح للناس بنرجع كل الاثار، بس لازم تعرفي ايضا ان يمكن راس النفرتيتي دايما على قائمه المعروضات اللي اي مصري بيفكر فيها، انها لماذا لا يتم استردادها؟ القطع الاثريه اللي موجوده في الخارج مش كلها مسروق، انت لازم تعرفي حاجتين، ان قبل كده قبل سنة 83 كان بعثات الأجنبية بتاخد 50% من اللي بتكتشفه، ونمرة 2 كانت الآثار بتباع، أي قطع أثرية مش مسروقة بياخد ختم المتحف المصري يروح يبيعها، فبالتالي كل الآثار اللي في الخارج ما تقولش عليها مسروقة، احنا بندور في صلاة المزالات عن القطع المسروقة بنرجعها، لكن قوانين اليونسكو والقوانين الدولية للأسف الشديد ما بتساعدش في كده، عشان كده لازم يتم تغيير هذه القوانين، واحنا عملنا اتفاقيات ثنائية مشتركة بيننا وبين الدول عشان نرجع آثار. دي حاجة، الحاجة الثانية إن طبعًا القطع الأثرية اللي موجودة في المتاحف لا تكفي إن تعملها معارض زينا. إحنا عندنا أهم قطعة الدنيا اللي هي لما تعملي معرض بيلف العالم كله، بيعمل لك دعاية ضخمة، في معرض لازال موجود أعتقد هيرجع قريب عن الآثار الغارقة موجود في أمريكا دلوقتي، وأنا بتمنى إن إحنا نزيد من عملية المعارض لأنها لها فوائد كتير جدا للبلد. دكتور، توت عنخ آمون لك معه علاقة خاصة ربما وشغف واهتمام بسر هذا الملك الصغير الشاب، أسباب هذا الشغف والسر وكيف استطعت أن تكتشف أسرار توت عنخ آمون؟ هو طبعا أنا كتبت يمكن 15 كتاب بالعربي والإنجليزي عن توت عنخ آمون، لكن أهم حاجة أن أنا لما جالي جهاز الأشعة المقطعية كأول جهاز بينزل مصر على فكرة في 2006، بدأت ان انا اروح ادرس اعتقد جالنا في 2004، فقلت ان احنا لازم ندرس المومياوات ونعمل مشروع اسمه مشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، ومعايا بقى انا اخترت ناس من مصر على مستوى عالي جدا، يعني دكتور اشرف سليم،
استاذ الاشعه في القصر العيني، والدكتوره سحر سليم استاذ الاشعه، وهاني عبد الرحمن مركز القومي للبحوث، وايضا ناس متخصصين في الدي ان ايه الحمض النووي زي الدكتور يحيى جاد وسميه اسماعيل. يعني جبت مجموعه على اعلى مستوى، ورحنا بقى خدنا الاشعه المقطعيه ورحنا عملنا لاول مره فحص لمومياء توت عنخ امون، واعلنا العالم كله نتائج هذا الفحص. واهم حاجه ان توت عنخ امون لم يقتل زي الناس ما قالوا، ان الفتحه اللي موجوده في راسه دي مش بلطه ضربته، لا ده كانوا فتحوها عشان يحطوا منها مواد التحنيط، واكتشف كان عنده فلات فوت، والمرض الدم ما بوصلش لرجليه، وانه كان عيان بالملاريا، لان في تل اللي عملنا في الوقت ده كان في مرض الملاريا منتشر جدا في كل مكان هناك. فاذا قدرت ان انا اطلع معلومات كتيره كل سنه عن توت عنخ امون، واكتب مقالات علميه واكتب كتب. فدي كله يعني كان سبب الشغف اللي موجود، لان طبعا ده الملك اللي العالم كله بينتظر الجديد عنه، بينتظر، لان الاجانب هم اللي فحصوا الموميا قبل كده عن طريق الاكس راي. احنا اول مره بنعمل فحص الموميا عن طريق السيت سكان الاشعه المقطعيه. هل هيتم نفس الفحص لمومياوات اخرى؟ وهل عملنا كل المومياوات لكن هي الاكثرهم او كان حولها لغز كانت مومياوات؟ لا في احنا كشفنا الاول عائلة توت عنخ آمون من أبوه ومن أمه، وكشفنا مومية الملكة تي، وكشفنا المومية بتاعت أمه، وبعد كده كشفنا مومية الملكة حتشبسوت اللي طلع برضو المتحف الكبير. قلت لك احنا كشفنا رمسيس الثالث وظروفه. فإذا احنا عملنا دراسات على رمسيس الثاني. رمسيس الثاني كان عشان مات عنده 96 سنة كان مقوس الظهر، لما جم عشان يتحنطوه كسروا رقبته عشان يقدروا يمددوه على البتاع ده، وكان عنده مرض اسمه الدش، ده مرض بتاع العمود الفقري، وكان وعثرنا جوه صدره على صدريه جواه. يعني كل موميا لها قصه وكل موميا لها حكايه، لان عملنا سيت سكان لكل المومياوات الملكيه. هذه المومياوات في مكان عرضها، يعني كيف سيتعرف السائح او الجمهور العادي على كل هذه المعلومات القيمه؟ يعني شكل بقى العرض المتحفي كيف سيختلف مع التقنيات الحديثه، مع المتحف المصري الكبير في الشكل الجديد والامكانيات الجديده؟ عرض المومياوات في المتحف الحضاره هيكون بطريقه حضاريه على مستوى عالي. لاول مره المومياوات مش هتبقى فيها ثريل، فيها اثاره. انا فاكر اللي خلاني اغير فكرة عن عرض المومياوات ونعمله بالشكل ده، وانا شاب صغير كنت بشرح المتحف المصري للأميرة مارجريت اخت ملكة انجلترا. فلما وصلنا عند مومية رمسيس الثاني غمضت عينيها وطلعت تجري، فبقول لها بتعملي كده ليه؟ قالت لي انا مش متصورة ان احنا ممكن نشوف انسان واشوف وشه. الرئيس انور السادات راح المتحف المصري وقال لهم احنا لازم يا جماعه نفكر، هل عرض المومياوات انتوا واقفينها بالشكل ده، ولا نغطي الوش، ولا نرجعها مقابرها تاني؟ عشان كده العرض لو رحت بقى متحف الحضاره هتشوفي حاجه على مستوى عالي. اولا الموميا هيبقى جنبها الاثار اللي تخص الملك ده، ويتعمل بانلز فيها معلومات عن الملك، وقبليها معلومات عن التحنيط كان بيتم ازاي، وبعد كده معلومات والسيت سكان وصور الاشعه المقطعيه اللي بتبين كل ما يخص كان عنده مرض ايه، وكان عيان بايه، ومات ازاي، وسنه كان قد ايه. فاذا لاول مره بتشوف المومياوات بطريقه تعليميه. عشان كده انا بقول بعد ما تنقل المومياوات الى المتحف الحضاره باذن الله، بتمنى من كل مصري ياخد اسرته واولاده عشان يشوف هذا المتحف الجميل. على ذكر توت عنخ آمون يا دكتور، من المنتظر يعني الاحتفال في عام 2022 بتوت عنخ آمون ومئوية اكتشاف مقبرته، يعني ابرز الاستعدادات لهذا الحدث للمجموعه للمومياء وللدعايه له؟ للاسف لسه احنا 2022 خلاص بكره، المفروض احنا نستعد من النهارده، وانا بتمنى ان يبقى عندنا خطه للاحتفال، لان العالم كله احتفل مش مصر بس، كل عاصمه في العالم هتحتفل. انا بمناسبه هذا الاحتفال قلت المتحف الكبير في توت عنخ امون، وعلى هذا الاساس ان انا قلت ان احنا لازم اعمل اوبرا لتوت عنخ امون، وفعلا كتبت الاوبرا وعمل الموسيقى ايطالي، والمطربين هيبقوا ايطاليين، واحنا هنعرض في متحف في الاوبرا يوم 20 مارس باذن الله
هذه الأوبرا اللي احتمال تعرض في المتحف الكبير. طيب بالنسبة لفكرة الترويج للسياحة يا دكتور، أين فكرة السياحة والثقافة الأثرية من المصريين، المجتمع المصري؟ يعني المصري لابد أن يشعر بقيمة أثره بشكل كبير عشان يقدر يسوق لها على مستوى العالم، يقدر يحافظ عليها. أين نحن من هذا الاهتمام في داخل من جانب المواطن؟ احنا مقصرين في حق، لأن احنا عندنا الكتب المدرسية لازم تتغير، ما فيهاش بتعلمي الاولاد الحضاره على مستوى عالي. نمره 2 الجامعات، انا بقول ازاي خرج واحد طبيب وما عرفش تاريخ بلده. نمره 2 التلفزيون، في تلفزيون مصري بيعمل برنامج عن الاثار؟ مفيش، كلها توك شوز، كانت بتتكلم. لكن لازم يبقى عندنا خطه بالاتفاق بين التعليم، وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي والسياحه والاثار والثقافه والاعلام، لتنمية وعي المصري بحضارته وبتاريخه عن طريق اهتمامه بالآثار. لو احنا عرفنا أطفالنا وأولادنا إزاي احنا كنا بنحكم الدنيا دي كلها وبنحكمهم بالحق والعدل، لو عرفنا تاريخنا صح هنحافظ على بلدنا أكتر وهندي لبلدنا أكتر. هل في فكرة لعمل ورش؟ يعني في ورش بتقام بالفعل للأطفال في المتحف المصري في التحرير؟ احنا كنا بنعملها أشياء مشابهة أو مثيلة، حاجات بسيطة مش علم. لازم تبقى بناء على خطه معموله، والخطه دي تستمر في كل محافظه في كل قريه، لان احنا دلوقتي في متاحف في كل عاصمه، فالمفروض يبقى في يعني ما لا نثقل على وزاره الاثار ان هي تقوم بكل ده، لابد المجتمع كله صحافه وتلفزيون وكل الحاجات دي يبقى فيه برامج توعيه للاطفال بتاريخهم وحضارتهم. دكتور، بالحديث عن يعني تاريخك الطويل مع الآثار المصرية، بالتأكيد يعني فكرة الدعاية للآثار المصرية أحيانا بيتدخل فيها العلاقات الشخصية. حضرتك ليك علاقات كثيرة برؤساء وملوك وفنانين على مستوى العالم، إزاي قدرت تنقل ليهم أهمية هذه الآثار وأهمية التاريخ المصري والفرعوني اللي بيثير الفضول لدى الكثير؟ لا، هو العالم كله مهتم بحضرتك، فبالتالي لما أي نجم من نجوم العالم او ملك او ملكه بيجوا مصر بيبقى في دماغهم الاهرامات بالذات. فيعني انا بشرح لهم، وانا لما بشرح باخدهم كاصدقاء اكتر ما ببقى جايد لهم، يعني برشد لهم. فبالتالي يعني عملت صداقات كتير جدا مع ناس كتير جدا، ويعني يمكن لاحظوا اهم حاجه العشق اللي جوايا للاثار، فبالتالي بيحبوا الاثار اكتر. فكرة وجودهم في مصر وذهابهم لدولهم بعد كده، ازاي ده بيكون افضل ترويج ايضا طبعاً. خاصة مع انه شخصية مشهورة كرئيس او ما الى ذلك. يعني شفت لما ويل سميث جه الدنيا اتقلبت، العالم كله عمل لنا دعاية ضخمة جدا. عشان كده احنا لما عملنا، انا اتصلت بقناة الديسكفري وعملوا فيلم هيعرض في مركز الزوار بتاع الهرم، وعلق عليه كيفين كوستر. ف الدكتور خالد الاناني قال طبعا نعزم كيفين كوستر لو جه مصر، هيبقى دعايه ضخمه جدا. يعني انت لو هتكلفيه ايه 3 4 5000 دولار، هيجيب لمصر ملايين الدولارات بوجوده في مصر. فالدكتور خالد الاناني ارسل دعوه لكيفين كوستر عشان يجي مصر، ونشكره على انه علق على الفيلم اللي هيعرض في مركز الزوار في الهرم. لقائنا مستمر معاك دكتور زاهي، لكن بعد الفاصل. عمل وجهد وفكر، حققنا انجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها. اللي بيتعمل ده كله لو ما كانش وعي المصريين يحوط عليه يضيع. هو الاصلاح الاقتصادي كان سهل، احنا ماشيين في مسار اصلاح وبناء وتنميه وتعمير، وهنفضل كده على طول. الناس متفاهمة ده وبتتحمل تكلفته.
احنا بنحترم شعبنا وبنحبه وعايزينه هو اللي يقود دولته. اي حاجة سهلة الا ان انتم يا مصريين تضيعوا بلدكم. في ناس موجودة كل هدفها ان هي دايما تشكككم وتخوفكم ويقولوا خلاص راحت مصر، بس انا عايز اقول لهم ان الله معنا. بالدكتور زاهي حواس وزير الدولة للأثار الأسبق والعالم المصري الشهير عالم الأثار الشهير. برحب بك يا دكتور مرة تانية، وعايزين رؤية مستقبلية، رؤية حضرتك لكيفية الدمج ما بين الأثار والسياحة. كان ليك دائما وجهة نظر عدم الدمج بين التخصصين، يعني اشرح لنا وجهة النظر دي، وقول لنا ايه الخطوات اللي ممكن تتم في خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من ما هو مطروح على الساحة من متاحف واساليب جديدة للدعاية للترويج للسياحة. هو رغم ان الاثار بتخرب السياحة، لكن السياحة بتخدمش الاثار. انت ما تبصي ازدياد حتى عدد السواح ضد الاثار، فالسياحة والاثار رغم الاندماج لكن ضدين، مش بينفعش. وانا يعني بقول اذا كان الدكتور خالد العناني قادر وعنده الامكانيات الفنيه والشخصيه ان يبقى وزير للسياحه والاثار، طب لازم نفترض الدكتور خالد مش هيقعد على طول. لو مشي، لو جبت واحد بتاع اثار ما عندوش فكره عن السياحه هيدمر السياحه، جبت واحد بسياحه ما عندوش فكره عن الاثار هيدمر الاثار. فلا بد من الفصل. نمره 2، انا بعتقد ان وزاره السياحه ان الاثار لابد ان هي تبقى مجلس اعلى، لا يرأس وزير ما يكونش داخل مجلس الوزراء، يبقى زي زمان الشباب والرياضة كانت مجلس اعلى بيتبع رئيس الوزراء. ليه؟ اللي ماسك الاثار ده ما ينفعش يبقى داخل منظومة الوزراء، لانه هينفذ حاجات كتير جدا للوزراء في الاثار. هو لازم يحافظ على الاثار، ده مهمته الاساسية. فانا بتمنى ان الدكتور خالد العناني فعلا يبقى امين رئيس المجلس على الاثار بدرجه وزير، لان احنا يعني نفسي ان هو يستمر ويقعد مده طويله، لان الوزير بتغير. فاحنا عايزين واحد محترم زيه عنده امانه وعنده ثقه في نفسه ان هو يقدر يقود العمل الاثري اللي احنا محتاجين شخصيات زي كده. فانا بتمنى ان تفصل السياحه عن الاثار، وان الاثار ما تصبحش وزاره، تصبح أمانة مجلس أعلى بيرأسها وزير خارج مجلس الوزراء عشان نقدر نحافظ على الآثار. ده الفكر بتاعي. على مدار هذا العام والاكتشافات اللي أعلن عنها دكتور خالد العناني، بالتأكيد كان في اكتشافات في محافظات كثيرة لم تقتصر على الجيزة فقط أو منطقة سقارة، لكن وجدنا في المنيا، وجدنا أيضا في سيناء. أهمية الاهتمام بهذا الشق الأثري في سيناء تحديدا، خاصة مع خطط الدولة لتنمية هذه المنطقة. لا طبعا سيناء دي منطقة في منتهى الأهمية لمصر على مر العصور، طول عمرنا بنحافظ عليها زي دلوقتي، بل دلوقتي احنا بنحافظ عليها اكتر من اي وقت مضى، لان دي جزء من مصر، وبالتالي فيها اكتشافات وفيها شغل في طريق حورس الحرب اللي بسموه منطقة أثرية، ما بقولوش طريق حورس الحرب دلوقتي. في المنيا الاكتشافات اللي تمت في الغريفة جنب تونة الجبل، جبانة ضخمة للكهنة اللي هم كانوا خاصين بالإله، تحط إليه الحكمة. وعندنا اكتشافات أيضا في تابوتريس ماجنا في اسكندرية، في كل مكان الحقيقة. لأن أنا بقول إحنا كشفنا أثرنا حتى الآن 30%، وما زال هناك 70% في بطن الأرض. أهمية وجود متاحف في مختلف المحافظات، يعني تابعنا افتتاحات كثيرة للرئيس لمتاحف في الغردقة، شرم الشيخ، كفر الشيخ، متحف المنيا طبعا موجود منذ مدة كبيرة، وغيرها من المحافظات. أهمية هذا التواجد على الخريطة السياحية. مهم جدا أن في كل محافظة يكون متحف بيحكي تاريخ المحافظة عشان نعلم أولادنا والسياحة أيضا. أنت عندك متحف سوهاج، والمتحف اللي أنا عملناه ده بتاع أخناتون ده يبقى متحف عظيم جدا. شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، احنا 3 متاحف احنا بدأناهم، خلصوا الدكتور خالد العناني فتحهم الرئيس في يوم واحد. فده بيبين النهضة الأثرية والمتحفية اللي مصر بتهتم بيها والحكومة المصرية بالذات بتهتم بيها. وأنا بتمنى
من الدكتور مصطفى ما بتقول الحقيقه ان الراجل ده عمل القاهره التاريخيه وميدان التحرير والحاجات اللي بتتم دي كلها حاجات عظيمه، وانا نفسي ان هو يوجه اهتمامه للهرم اكتر، بالذات المنطقه الواقعه امام الهرم فيها مناظر وعشوائيات بشعه. وانا بتمنى ان الدكتور مصطفى مدبولي يعني يزور ابو الهول مره ويشوف هذا المنظر، وانا متاكد ان زي ما عملنا في مناطق كتير جدا هيوجه اهتمامه، وهيبقى ده هيخلي العالم كله يسقف له ويسقف لمصر. دكتور زاهي، من ضمن ما لفت الانتباه ايضا خلال هذا العام ان جوجل اهتمت بوضع منصه بتهتم بالكتابه الهيروغليفيه وترجمتها. شايف هذه الخطوه ماذا اضافت للكتابه وتعريف حتى العالم كله برموزها المختلف؟ لا، وطبعا جوجل بياخد المنشور في الكتب وترجمتها وبيحطها عنده، فدي حاجه كويسه جدا، تخلي اي هتخدم الاثريين وتخدم العامة وتخدم الناس كلها، ودي حاجة جميلة جدا اما جوجل يبقى عنده اهتمام بالكتابة الهيروغليفية وترجمة النصوص المترجمة دي كلها، تبقى حاجة عظيمة وفكرة هايلة جدا. يعني في نصوص غير مترجمة حتى الان؟ لا، هو هم بيحطوا النصوص المترجمة، وطبعا غالبية النصوص كلها يعني كلها مترجمة، مفيش حاجات غير بسيطة جدا، كلها حاجات المكررة، لكن اللغة الكتابة الهيروغليفية لم تعد سر، لا بالعكس، ده زي اي لغه معروف كل قواعدها ومعروف كل اصولها حتى لكل علماء الاثر دارس اللغه بالذات. حضرتك شايف ممكن يكون في توجه لاحياء فكره التعرف على الكتابه الهيروغليفيه للصغار؟ مش احياء، دي حضاره مصريه، حضاره عظيمه وفيها، والكتابه الهيروغليفيه كانت كتابه مقدسه على المعابد والمقابر، وبالتالي ترجمه نقل الترجمات الهيروغليفيه من الإنجليزية إلى أو العربية إلى جوجل حاجة عظيمة جدا وحاجة مفيدة للمجتمع الدولي عامة. دكتور زاهي، ختاما يعني أمنيتك على مدار العام القادم للحركة السياحية في مصر وحركة الكشوفات الأثرية أيضا، يعني ما الذي تنتظره في خلال العام؟ أنا يعني أمنيتي، إحنا حصل كان في من أكثر من 3000 سنة إذا إحنا حصل فيه مرض انتشر في العالم كله في الوقت ده 3000 سنة اسمه الطاعون، وقدر الطبيب المصري القديم انه ينتصر على هذا المرض وينهيه تماما. انا بتمنى في 2021 بإذن الله، عشان كده يمكن انا حبيت اعلن الكشف بتاع سقارة في 2021 عشان يبقى عام جميل علينا كلنا وننتصر على هذا المرض اللعين اللي هو COVID-19، ونقدر ان احنا نستمر في حياتنا ونعيش مش في مصر بس في العالم كله. واقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين. واخيرا، ما الذي تنتظره خلال افتتاح المتحف المصري الكبير؟ ازاي بيكون فعلا افتتاح عالمي يراه العالم؟ معمول ترتيبات لعمل افتتاح عالمي هيستمر اكثر من 10 ايام، يعني هناك اهتمام عالمي وهيتم دعوه رؤساء وملوك في العالم كله بحيث يبقى هذا المشروع الثقافي الضخم جدا يبقى اهم مشروع ثقافي في القرن 21. دكتور زاهي حواس، وزير الدوله للاثار الاسبق وعالم الاثار المصري الشهير، شكرا جزيلا على تشريفك لنا على شاشه النيل. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، بهذا نصل لختام هذه الحلقه الخاصه مع دكتور زاهي حواس، تعرفنا على شغفه بالتاريخ والحضاره الفرعونيه العظيمه، وايضا وجهه نظره في الطفره التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بالاكتشافات الاثريه. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.